أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا. الحمد لله كما ينبغي لجلاله ولعظيم سلطانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده المصطفى ورسوله المنتجب، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ورد عن إمام الصادق صلوات الله عليه أنه قال: إنا لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد أبدا. مع هذه الحرارة نستقبل ذكرى 40 الإمام الحسين عليه السلام، التي لطالما تساءل البعض لماذا التركيز عليها، ولماذا نبقى نحيي هذه المجالس الحسينية أكثر من 1000 عام مر وما زلنا نحيي هذه المجالس، أكثر من 1000 عام مر وما زلنا نقوم بزيارة 40، فما السبب من وراء ذلك؟ بل يتساءل البعض أنه لماذا الحسين عليه السلام، لماذا 40ية الحسين ولا يوجد 40ية لغيرهما المعصومين، حتى لأشرف الخلق لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا يوجد ذكرى 40، لأمير المؤمنين لفاطمة الزهراء صلوات الله عليها، للحسن لا يوجد ذكرى 40، فقط للحسين عليه السلام. فما السبب من ذلك؟ ما السبب وراء ذلك من إقامة هذه المجالس ومن التركيز على زيارة 40؟ نحن نحيي مجالس الحسين بأسباب. أولاً، أن هذه المجالس هي روضة من رياض الجنة. مجالس الحسين روضة من رياض الجنة، فكل مجلس يذكر فيه اسم الله عز وجل وفيه تذكير بالله هو روضة من رياض الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله لمجموعة من الناس، قال لهم: إذا رأيتم روضة من رياض الجنة فارتعوا فيها، أي فاجلسوا فيها. قيل: يا رسول الله، وما روضة الجنة؟ ما هي روضة الجنة؟ قال: هي مجالس ذكر الله تعالى. وأي مجلس تذهب إليه من مجالس الحسين لا شك أن فيه ذكر لآية قرآنية، ذكر لرواية معينة، وفيه ذكر لله. فمجالس الحسين روضة من رياض الجنة. ثانيا، نحيي مجالس الحسين عليه السلام لأنها من شعائر الله. كلمة الشعائر تأتي من الشعيرة، والشعيرة من الشعور، فكل ما يشعرك بوجود الله وكل ما يشعرك بالله هو من الشعائر. ومن أفضل من الحسين عليه السلام ليشعرك بوجود الله عز وجل؟ هذا الإنسان العظيم الذي لم يترك ذكر الله عز وجل حتى في اللحظات الأخيرة من عمره الشريف، كان دائم الذكر لله. عندما كان على رمضاء كربلاء، رغم الجروح ورغم الطعنات، قال: إلهي، نادى الله عز وجل ذكر لله: إلهي، تركت الخلق طرا في هواك، وأيتمت العيال لكي أراك، فلو قطعوني في الحب إربا لما مال الفؤاد إلى سواك. دائم الذكر لله عز وجل. فذكر الحسين عليه السلام هو ذكر لله عز وجل، والقدوم إلى مجالس الحسين نشعر من خلال هذا القدوم بالله عز وجل ونحيي هذه الشعائر. ثالثا،
نحيي مجالس الحسين عليه السلام في أربعينيته لأن أهل البيت عليهم السلام قاموا بذلك وأمرونا. قالوا، قال الإمام الصادق عليه السلام: أحيوا أمرنا، أحيوا أمرنا، رحم الله من أحيا أمرنا. ليس فقط قاموا بهذا الفعل بل طلبوا منا القيام بهذا الأمر. أحيوا أمرنا، رحم الله من أحيا أمرنا. هذه الرحمة التي يبحث عنها الإنسان في حياته، كل إنسان منا يبحث عن رحمة الله عز وجل. ودائما نقول شو ما بدنا إلا رحمة الله، صحيح؟ رحمة الله عز وجل موجودة في إحياء ذكرى أهل البيت عليهم السلام. إذا أردت أن تصل إلى رحمة الله عز وجل فباب الرحمة هو الحسين صلوات الله عليه وسلم. لذلك ماذا نقول في المجالس؟ يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة، هو رحمة الله عز وجل كما كان رسول الله صلى الله عليه وآله رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فكذلك الحسين صلوات الله عليه ورحمة للعالمين. في العشرين من صفر يوم الأربعين عادت العائلة الهاشمية بإمامة زين العابدين صلوات الله عليه من الشام إلى كربلاء، ووصلت في ذكرى الأربعين، في ذكرى أربعينية الإمام الحسين. وكانت أول زيارة لقبر الحسين عليه السلام في يوم الأربعين قام بها الصحابي الجليل جابر بن عبد الله الأنصاري رضوان الله عليه، والقصة المعروفة التي عندما جاء إلى القبر مع خادمه عطية ثم جاءت العائلة الهاشمية. فكانت أول زيارة للإمام الحسين يوم الأربعين. ومشى أهل الإيمان على سيرة أئمتهم صلوات الله عليهم، وواصلوا زيارة الحسين في أربعينيته. لماذا أربعينية الإمام الحسين؟ لأن الحسين حالة خاصة، حتى بين المعصومين هو حالة خاصة الحسين عليه السلام. يسأل الإمام الصادق عليه السلام: ما لمن زار قبر الحسين؟ فيقول: من زار قبر الحسين عليه السلام كمن زار الله فوق عرشه. اللهم صل على محمد وآل محمد. طبعا هذا معنى مجازي، الله غير موجود على عرش، الله ليس بالجسد، بل لبيان ماذا؟ لبيان أهمية هذه الزيارة وفضل هذه الزيارة. فالحسين حالة خاصة، وزيارة كل الأئمة حتى زيارة أمير المؤمنين عليه السلام تساوي زيارة رسول الله صلى الله عليه وآله، أما زيارة الحسين فحالة خاصة. الحسين حالة خاصة، وكل إنسان يقف مع الحسين هو حالة خاصة، وكل إنسان يقف مع الحسين ينتصر، وكل إنسان يترك الحسين لا يصل إلى أي نتيجة. شوف، حتى الثورات التي انطلقت عبر التاريخ، الثورات الإسلامية، ما من ثورة انتصرت إلا بعدما رفعت راية الحسين عليه السلام. إمام الأمة الراحل الإمام الخميني رحمة الله عليه بعد انتصار الثورة ماذا قال؟ قال: كل ما لدينا من عاشوراء، كل ما وصلنا إليه من هذه الثورة المباركة هي من عاشوراء ومن ثمرات الإمام الحسين سلام الله عليه. وانظروا إلى تلك الثورات التي ما زالت مستمرة من 60 عام و70 عام، تلك الثورات الفلسطينية وغيرها، الثورات العربية، في فشل دائم لأنها بعيدة عن تعاليم الحسين سلام الله عليه، لأنها لا ترفع شعار لبيك يا حسين لا تنتصر. طيب، الآن هناك
هذه الزيارة زيارة الأربعين تسمى بالزيارة الخاصة أو الزيارة المخصوصة. ليش؟ لأن هناك نوعان من الزيارة، زيارة تسمى بالزيارة العامة وزيارة تسمى بالزيارة الخاصة. الزيارة الخاصة أو المخصوصة هي المروية عن الأئمة صلوات الله عليهم، مثل مثلا زيارة وارث عن الإمام الصادق. تشوف بكتب الأدب بحطوا الزيارة المخصوصة، يعني مروية عن الإمام، أو زيارة قام بها الإمام، مثل زيارة الأربعين التي قام بها الإمام زين العابدين عليه السلام، فأصبحت زيارة مخصوصة. الزيارة العامة هي غير المروية عن أهل البيت. طبعا الزيارة الخاصة لها أهمية أكثر، وزيارة الأربعين تدخل ضمن الزيارات الخاصة. وقد ورد عن الإمام العسكري عليه السلام أنه قال: علامات المؤمن خمس: التختم باليمين، وصلاة 51 مع الواجب والمستحب والنوافل، والجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، وتعفير الجبين، وزيارة الأربعين. عد الإمام زيارة الأربعين أنها من علامات الإنسان المؤمن. وبلا شك ولا ريب أن المقصود بزيارة الأربعين في هذا الحديث الشريف، المقصود بزيارة الأربعين زيارة الحسين سلام الله عليه، وليس كما فسرها البعض بأنها زيارة الأربعين مؤمن، فهذا لا دليل عليه، وهذا يخالف أصلا القواعد العربية البسيطة. فأنت الإمام قال الأربعين ولم يقل أربعين، واللام هي للعهد، الشيء المعهود، الشيء المعروف. اللام هذا يسمى شو بقل التعريف في اللغة، يعني شيء معروف، فقال زيارة الأربعين شيء معروف. وما وشو الشيء المعروف غير زيارة الحسين عليه السلام يوم الأربعين؟ لو أراد أن يقصد الإمام زيارة أربعين مؤمن لقال زيارة أربعين، مش زيارة الأربعين عليه السلام. ثانياً، أصلاً اذهب وابحر في كل المصادر الإسلامية، سواء عند الشيعة أو عند السنة، لا تجد رواية واحدة تتكلم عن استحباب زيارة أربعين مؤمن، ما في. يعني هناك روايات تتكلم عن استحباب زيارة المؤمن وعدم الإطالة مثلاً في زيارة المؤمن وهكذا، لكن مسألة زيارة أربعين مؤمن مش موجودة في ولا رواية. فإذن هذه الزيارة المقصود فيها زيارة الإمام الحسين، وقد عدها الإمام العسكري صلوات الله عليه من علامات المؤمن. هذه الزيارة يحميها الله عز وجل، الله يحميها واقعا. فمع كل ما تعرضت إليه عبر العصور وما زالت في توسع ملحوظ، هذه يجب أن يقف الإنسان ويدقق فيها واقعا. المتوكل العباسي حطم مقام الإمام الحسين عليه السلام 3 مرات. ابنه الموفق أو لا موفق حطم مقام الحسين يوم عرفة على رأس الزوار. هارون العباسي حطم مقام الإمام الحسين عليه السلام وأعاد قام المؤمنون بإعادة بنائه، واستمر الهجوم على الحسين. في عهد صدام منع الناس من زيارة الأربعين، وذهب زوج بنته، زوج ابنته حسين كامل، وضرب مقام الإمام الحسين عليه السلام، ضرب المقام بالهاوية، ووقف وقال: أنت حسين وأنا حسين. يتحدى الإمام. حسين كامل. أين يزيد؟ أين المتوكل؟ أين الموفق؟ أين صدام؟
أين حسين كامل في مزابل التاريخ؟ وأين الحسين عليه السلام؟ في كل مكان تذهب إليه تجد ملكا للحسين عليه السلام، في كل بلد تتوجه إليها تجد أن هناك مكان يرفع فيه اسم الحسين صلوات الله عليه. هذه واقعا من المعجزات الإلهية. بكل ما كان يملكه آل أمية وآل العباس من مال وجاه، ولكن لم يستطيعوا أن يبقوا ذكرهم، راح ذكرهم. ذاك كان يقف هارون ويقول للغيمة اذهبي ولي حيثما تذهبي فخراجك إلي، يعني وين ما تروح تشتي خراجك إلي، كل هذه البلاد ملكي. كل هذه الأمور ذهبت وبقى الحسين عليه السلام. الحسين تذهب إليه العالم في ذكرى الأربعين من كل مكان، ملايين من الناس تراها حول الحسين. ولعل هذه إحدى أو من أحد فلسفات ذكرى الأربعين، أنه في عادة في العشرة الأولى من محرم تكون المجالس ضمن الجاليات أو ضمن المراكز ضمن المساجد، تكون مغلقة نوعا ما. أما أهل البيت عليهم السلام أرادوا أن يكون هناك حدث ظاهر لكل الناس، حدث يراه كل العالم، فأمروا بزيارة الأربعين ليذهب الناس من كل مكان ويجتمعوا وتنظر العالم، تنظر أنه ما هذا العدد الكبير، لماذا يذهبون إلى ذلك المكان، من هو الحسين عليه السلام. وهذه الأسئلة تدخلهم في مدرسة الحسين، إن كان لهم قلب سليم ممكن أن يهتدوا من خلاله إلى نور الحسين بن علي صلوات الله عليه. فنحن لا يجب أن نغلق الأبواب على مدرسة الحسين لطائفة معينة. الحسين لا يمكن أن يحصر في طائفة، والحسين لا يمكن أن يحصر في دين. الحسين لكل البشرية. عندما تنظر إلى جيش الحسين عليه السلام تجد أن هناك كان فيه الرجل والمرأة، الشاب والطفل، الكبير والصغير، المسلم وغير المسلم، الشيعي والسني، الأبيض والأسود، العربي والعجمي. فكانت ثورة الحسين ثورة لكل الإنسانية، وهكذا يجب أن تبقى. إن سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين عليه السلام استشهد في كربلاء لأجل حماية الدين، ما خرجت أشرا ولا بطرا، إنما خرجت طالبا الإصلاح في أمة جدي التي دب فيها الخراب، خرجت آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر.